السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ اليوم حبيت انزلكم شرح بعد هذا القرار اللي نزلوه بالعراق حظر لعبة بوبجي. مثل ما تشوفون انتم السيرفرات ما جاي يشتغل اصلا، ما جاي يدخل لي اللعبة. حبيت انزلكم برنامج مال في بي ان مضبوط وشغال، هو اللاج مالته يعني ما بيها لاج، البنج مالته قوي. هذا اسمه اليوغا في بي ان، مسوق قبلي موجود، راح انزلكم اسفل الفيديو هذه يوغا في بي ان. اول ما تنزل البرنامج راح تفتحه، منطقة التغيير حتخليها الولايات المتحدة، هذا الخيار، تضغط هنا تنتظر ثواني وراح يحولك. حاليا متصلاني اغلاق، نطلع من البرنامج نروح هسه نفتح اللعبة. مثل ما تشوفون هذا التاريخ جمعة 19 نيسان، وقت مغرب العصر. هسه يا شباب شوي ننتظر التحميل، مثل ما تعرفون هي بدايتها هيك ثقيلة بعد هذا التحديث الجديد. بس ننتظر ثواني، بس انا حاليا مثل ما تشوفون جار التحميل. احنا كانت من تطلع لنا قبل لا نفعل الفي بي ان كانت تطلع لي لا توجد استجابة من الخادم، بس حاليا هسه ننتظر ونشوف النتيجة. هاي شباب مثل ما تشوفون اللعبة اشتغلت مضبوطة 100%، مثل ما شفتوا تاريخ الجمعة 19 نيسان 11 إلا شوية. صح اقلك لا تجلس استجابة من الخادم لان النتيم ضعيف، يعني حاليا نشوف الفرمات تصعد تنزل 82 كي هيج. حاليا انا فتحت هنا بس انتظر على ما تحمل اللعبة. سجاد هل يحب يضيفني؟ هذا المعرف مالتي الي ام ان اي 99. ان شاء الله يشتغل وياكم شرح، ويعني 100% ما حد ما راح يشتغل ويا هذا الشرح والبرنامج، يعني قصدي هو مضبوط 100%. لا تنسوا اللايك للفيديو، سووا له مشاركة استفادوا.